لقد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة الثالثة بعد المئتين. الحلقة الثالثة بعد المئتين نتناول آيات من آخر سورة هود، وكنا قد تناولنا في سورة هود قصة نبي الله نوح، وكيف تفرعت من ذرية نوح أجناس بشرية، وكيف نشأت اللغات البشرية، وتعرفنا على العرب البائدة أو العرب العمالقة في قصتي عاد وثمود، وانتقلنا في سورة هود إلى قصة إبراهيم وإلى قصة نبي الله شعيب، وتوقفنا عند حديث شعيب، وشعيب نبي الله خطيب الأنبياء، والذي قال لقومه: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كلام جميل جدا، يعني أتخيل أنا أن حوار الأنبياء هو حوار يعني خالد لكل زمان ومكان. شوف النبي بيقول إيه وإحنا بنقول نفس الكلام. ويا قومي، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا مش عايز أخالفكم لمجرد المخالفة، مش معارضة لمجرد المعارضة. في ناس عايشة في الدنيا دي تعارض بس، لقى ناس تانين يعارضهم، ممكن يتبنى الأمر ويعارضه غدا. لا، النبي مش كده. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا شعار كل داعية، هذا شعار كل مصلح إلى قيام الساعة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكنت دايما أحب أختم مقالاتي وأختم الكتب بتاعتي بإن أنا أكتب في آخر كتابي هذا الكلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا شعيب ينادي على قومه فيقول: يا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، ما تقعدوش بقى تتخانقوا معايا وتختلفوا معايا، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني في عبرة من الناس اللي هلكوا. الناس اللي هلكوا دول ربنا عمال يقول لنا عليهم ليل نهار عشان ما نعملش زيهم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، رحيم ودود. يا الله، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، زي ما قال في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا رب اجعل لنا ود كده وحب، يعني حتة كده ترقرق القلوب يا رب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قعدوا بقى يتريقوا عليه زي ما الناس بتتريق علينا في كل زمان. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ زي ناس النهارده يقولك القرآن صعب، ازاي نعلم ولادنا القرآن؟ احنا نودي ولادنا كيجي 1 وكيجي 2 يتعلموا لغات، انجليزي وفرنساوي كل اللغات سهلة، لكن القرآن صعب. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. يعني لولا جماعتك وأهلك كنا زماننا رميناك بالأحجار وموتناك، وما أنت علينا بعزيز. سيدنا شعيب بيقول لهم: معقول بقى؟ معقول جماعتي وعيلتي أهم من ربنا؟ قال: يا قوم أراطي أعز عليكم من الله. يعني معقولة تبقى جماعتي وأهلي؟ يعني في ناس بيبقوا خايفين من واحد عشان خاطر عيلته، واخد بالك؟ يعني يقول لك مثلا: إيه فلان عيلته كبيرة، لو ضرناه أو أصبناه بأذى عيلته هتتعرض لنا. هو مش خايفين من ربنا، لا، خايفين من عيلته. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية. يعني كده خالص يعني مدين ظهركم ربنا كده؟ إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. اعملوا، مش كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل في الطريقة اللي ربنا يسرها له. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا كنت عايز تعرف قيمتك عند ربنا شوف أنت بتشتغل إيه. إذا كنت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا شوف أنت بتشتغل إيه. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك
فانظر فيما أقامك. شوف أنت بتعمل إيه أهو. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. خلينا كده نترقب ونشوف إيه اللي حصل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. دايما ولغاية ما اتكلمنا عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم شعيب، كل دول ربنا هينسفهم، خلي بالك أهو. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ولا كأنهم كانوا موجودين. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، بعدا سحقا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، لمحة كده من قصة موسى، حتة صغيرة. أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. دايما الناس مع الجبار مع القوي في كل زمان ومكان، يقول لك كده. لدرجة أن بعض الفقهاء يقول لك إيه ولاية المتغلب. يعني إيه ولاية المتغلب؟ يعني اللي يغلب إحنا وراه. طبعا ده كلام ما يرضيش ربنا. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يعني مش معنى أن هو متجبر ومعاه القوة أن هو رشيد، لا مش رشيد. يقدم قومه يوم القيامة، ودايما الناس يوم القيامة يتقدمهم إمامهم. الفجر إمامهم فاجر. ولذلك حضرة النبي يمكن قال لنا على الأئمة أئمتكم وفدكم عند ربكم فتخيروا من يمثلكم. يعني الإمام ده هو اللي هيقدمك أمام الله عز وجل. أئمتكم وفدكم عند ربكم فتخيروا من يمثلكم. فبيقول على فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني مين اللي هيتقدم السادة القوم؟ هيتقدمهم كبيرهم فرعون. دايما كده لما نيجي عصابة راح النار يتقدمهم رئيسه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، جماعات الناس رايحة النار، جماعات جماعات قدام كل جماعة كبير الجماعة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، زمرة جماعات جماعات مؤمنة راح الجنة وقدام كل جماعة إمامهم. يوم نأتي كل إناس بإمامه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه الدنيا وأتبعوا في هذه لعنة. لعنة، هل هي لعنة الفراعنة ولا لعنة الله عز وجل؟ ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ده بقى الأساس الوحش. وبعدين ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد. طبعا أنت بقى إيه تتعجب؟ يعني كل القرى دي هلكت واحنا جايين من بعدهم ولا يهمنا ولا بنعتبر ولا احنا هنموت اصلا ولا الموت في دماغنا. تلك القرى ذلك من انباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم. هو ربنا لما اهلك حد ظلمه؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. لما يجي امر ربنا ما فيش حد يشفع لحد. لما يأتي الدمار، لما يأتي البركان، لما يأتي الزلزال ما فيش حد بينفع حد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ما زادهمش الأهلاك والعزو بالله. تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تعز عباد من دون الله، تنافق. طب خلي العباد اللي انت بتعتز بيهم من دون الله ينفعوك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هي ممكن القرى تتمسح؟ آه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. مفيش بلد ولا حي ولا قرية إلا هتتنسف. بس هل يا ترى أنت هتقعد في القرية لغاية ما تتنسف؟ يعني تقعد معاهم وهم ظالمة وبيتعاملوا بالربا، بيتعاملوا بالزنا، وبيتعاملوا باللواط، وبيتعاملوا بالكبائر والرشوة والظلم ويظلموا بعضهم البعض وانت عايش معاهم وانت عارف انهم يهلكوا؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي قرية تظلم تضيع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسخوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدمير بذنوبهم. لما تلاقي قرية كثرت ذنوبها تعرف أنها إلى الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. دي معجزات وأمثلة
ضربها الله لنا لنتعظ قبل ما يجي الميعاد، قبل ما يجي اليوم بتاعنا. يومك امتى؟ الله اعلم. يمكن انام ما يصبحش عليا النهار، ويمكن اصبح بالنهار ما يجيش عليا ليل. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ده يوم القيامه. يوم القيامه هتحصل حاجات غريبه قوي نقول عليها ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.